من وقت أزمة كورونا والحديث عن أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، انشهر بشكل واسع على منصات التواصل مقاطع لفرقة الراقصين بالتابوت، وهي فرقة من غانا اللي فيها بيؤمن الناس بإرسال أحبائهم لمثواهم الأخير بالفرح. وانتشرت مقاطع عديدة لفرقة بعينها تحمل التوابيت في الجنازات وترقص فيها على أنغام موسيقى معينة، وصار الناس بيستخدموها في التعليق على كثير أمور، حتى صارت هذه الموسيقى تحديدا نكتة بحد ذاتها. راقصين التوابيت نانا أوتافريجا دخلوا هم أيضا في الموضوع، وظهروا اليوم لمتابعينهم من حول العالم برسالة هامة شكروا فيها الأطباء وقالوا للناس يا تلتزموا ببيوتكم يا حترقصوا معانا. Hello everyone. We Nana Otafrija Perez want to thank all the doctors in the world. You are working hard and taking care of everyone. But remember, stay at home or dance with us.